وين بنستخدم هذا النوع؟ شو بتميز بشكل رئيسي هذا النوع من الكونفرتر على هذا النوع من الكونفرتر؟ هل هذا غير الفولتج؟ دي سي غير الافرج مش هيك؟ هذا شو عمل بالفولتج؟ غير الافرج، قلله، وهذا كان ممكن يقلله لو اني استخدمت باك كونفرتر، يعني استخدمت بوست من هون، بس شو الاختلاف الاساسي بين الحالتين هذول؟ نوع اللود. نوع اللود تمام، ليش اللود مختلف في هاي الحالة عن هاي الحالة؟ هل بقدر انا اشحن اللابتوب بفولتج زي هيك؟ ما بنفع، اوكي؟ إذا بدي لابتوب أو إلكترونيك ديفايس بدي فولتج زي هيك يكون تقريباً كونستانت. إذن في الأجهزة الصغيرة اللي بشحنها بستخدم عادة هذا النوع من الكونفرتر باك بوست أو باك بوست كونفرتر. إذا عندي محرك دي سي موتور ضخم بهمني أكثر إنه الكرنت يكون تقريباً كونستانت. الكرنت في الدي سي موتور مع إيش بتناسب؟ الأرمتشر كرنت في الدي سي موتور كل ما زاد الارمتشر كارنت في الدي سي موتور ايش بزيد من الدي سي موتور؟ السبيد؟ لا الباك اي ام اف اللي بتناسب مع السبيد. ايش اللي بتناسب مع الكارنت في الاندكشن موتور في الدي سي موتور؟ الارمتشر كارنت تورك. فبالدي سي فدي سي موتور لو حطيت الان هون اللود كان دي سي موتور هذا مناسب جدا. وقتها بهمني مش الفولتج بهمني اخفف الريبل في الكارنت لانه التورك راح يكون في ريبل بقدر ما الكارنت في ريبل. فهذا مناسب لدي سي موتورز وهذا مناسب او اي اندكتيف لود وهذا مناسب للاجهزه الالكترونيه الحساسه. اوكي okay.